رحلة على متن سفينة تايتانيك كانت تعتبر عام 1912 أقصى سبل الرفاهية وحياة الترف. لكن لو عاد الزمان بأحدهم، فهل سيفضل الوجود على ظهر السفينة؟ فرغم مرور أكثر من قرن على أشهر الكوارث البحرية، إلا أن الاهتمام بالسفينة مستمر حتى يومنا الحالي. شركة سياحية مختصة تخطط لزيارة واستكشاف حطام تايتانيك مجدداً، وذلك من خلال رحلات غوص تبدأها في مايو 2018، حيث ستنطلق الرحلة من نيوفاوندلاند في كندا وتستمر لمدة 8 أيام، ويتم نقل الزوار في غواصة مصنوعة خصيصاً من ألياف التيتانيوم والكربون إلى موقع حطام السفينة النهائي الموجود على عمق أكثر من 2 ميل تحت سطح المحيط الأطلسي. وسيحظى الراكب بفرصة الغوص إلى موقع الحطام ويتمكن من استكشاف بقايا السفينة ابتداء من سطحها إلى الجسر والردهة الرئيسية التي تضمنت الدرج الكبير والغرف الأخرى. ورغم ارتفاع قيمة التذكرة التي بلغت حوالي 100,000 دولار للشخص الواحد، إلا أن جميع التذاكر قد نفدت. قتيبة تركستاني، العربية.